عايزه تبان قدام العالم. فالنهارده في مخططات موجوده. واحد، لازم نعمل تنميه القرى اللي بيحصل فيها المشاكل دي وعددها معروف وموجود عند الداخليه والامن الوطني، لا تزيد عن 30 40 قريه من اخر حدود امبابه لغايه اول الاقصر. دول لا فيهم تنميه ولا فيهم يعني مدارس كويسه ولا فيهم ده. انا رايي ان احنا بنصرف على الشهداء والدم والارهاب، لو خدنا ربع المبلغ ده، طبعا انا مع ان القوات المسلحه تبقى شديده لان الموضوع اكبر من الارهاب، ومع ان الشرطه، لكن بصي انا ما عنديش لغايه دلوقتي، واحد، ما عنديش اي رؤيه ثقافيه للتعامل رغم انها موجوده في الكتب وموجوده في ده. شوفي، عايز اقول لك على حاجه، محافظه زي المنيا وعندنا الحمد لله يعني محافظ راجل ممتاز جدا بيحاول بكل السبل الحل، لكن عمال يدور على مستثمرين، عمال يدور على ناس تعمل مشاريع ثقافية، عمال يدور. المشكلة مع احترامي ليست في الخطاب الديني، لأني طول عمرنا دي الكتب موجودة الجديد، لكن ما عندناش رؤية ثقافية لإعادة الاعتبار للأماكن دي، ما عندناش كمان رؤية تعليمية. أنا عايز أضيف حاجة في العولمة، مش الفقر ومش التعليم بس السبب، لا، ده أنا عندي 4000 في داعش وجيش النصرة من الأوروبيين، دول اللي عندهم خطاب ديني. هي فكرة المحاولة من أجل كسر هذه البلد. تمام. أنا متذكر حاجة خطيرة، لأول مرة في مصر وأنا عندي 65 سنة يطلب منا أوراق تعيننا، في يعني طردونا من الاتحاد الأفريقي، عايزين مننا خريطة مستقبل. تخيلي إن ما حدش واخد باله، عملنا انتخابات رئاسة وعملنا وعملنا وعملنا، ثم بعد كده مصر النهاردة فيها دوري كورة، فيها كاس عالم، فيها كذا. مفروض ما يحدث في هذه العاصمة تعميم اللي حصل امبارح.